صورة للإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود الحاكم الرابع للدولة السعودية الأولى، جلالة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ولي العهد الأمين. من خلال اتصال الفن نعلن عن بدء سمبوزيوم يوم التأسيس، وهذه لوحات كنا شاركنا فيها العام الماضي في يوم التأسيس من خلال الفروسية وعاصمة الدولة الأولى السعودية، الدولة السعودية الأولى الدرعية، بدأت مسيرة هذه الأمة العظيمة. طبعا دعوة إلى جميع الفنانين والفنانات، مقر اتصال الفن في مجمع الموسى التجاري وتحالف أكثر من 6 جاليريات في المجمع، حيكون الشعار يوم التأسيس، بحيث أنه بإذن الله حتكون ورش عمل ومساعدة للفنانين بحيث أن ننتج مادة فنية ثقافية عالية، وحيكون الأساس فيها هو كتيب التأسيس الصادر عن دارة الملك عبد العزيز. طبعا التسجيل هذا خاص بأعضاء جروب التأسيس، حبينا نصور لكم عشان نعطيكم خلفية عن نوعية الأعمال المستهدفة. هذه صورة تحت الإنشاء للإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود الحاكم الرابع، وهذه صورة للتوضيح الإمام محمد بن سعود والرجال الأشداء اللي استطاعوا تأسيس هذه الدولة العظيمة. في النهاية أحب أقول لكم أنه إحنا في انتظاركم وانتظار أعمالكم، واللي يحتاج أي مساعدة أو توجيه فبإذن الله حنكون حاضرين لتقديم معرض استثنائي في هذا اليوم الغالي على قلوبنا. تحياتي، أخوكم ناصر الخارجي.